ما صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح حديثها ضعيف الإسناد، وهي صلاة ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الإسناد، قال فيه النبي: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك ألا أحبوك، تصلي 4 ركعات في ليل أو نهار. ذكر الحديث وفي كل ركعة فيها 75 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 15 بعد الفاتحة، و15 بعد أذكار الركوع، و15 عند القيام من الركوع، و15 في كل سجدة، و15 في القيام في بين السجدتين، و15 قبل القيام للركعة الثانية. 4 ركعات في 75 فأصبحت 300، لكن سندها ضعيف.